في محافظة أسوان نظمت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بالتعاون مع جامعة أسوان نظمت المسابقة الوطنية للشباب المبتكرين والتي يشارك فيها عدد من طلاب المدارس من أجل تدريبهم وإعدادهم لسوق العمل. نجلاء بهي الدين وطارق عبدو المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. انطلاقا من اهتمامها بشباب المبتكرين، أقامت مديرية التربية والتعليم بأسوان بالتعاون مع جامعة أسوان المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم تحت رعاية صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. تهدف المسابقة إلى اكتشاف وتدريب الطلاب المبتكرين وإعداد الأفكار القابلة للتطبيق لتصبح شركات ناشئة. أنا الحمد لله دايما المشاريع التكنولوجية والمسابقات التكنولوجية كلها عندنا موجودة. في يمكن عندنا مسابقة البحث العلمي للأيسب من جهاز الطالب بحثيا بيبقى عالم مبتكر. النهارده الحمد لله مشروع جديد، مسابقة جديدة، مسابقة الوطنية لشباب المبتكرين. دي بيرعاها صندوق المبتكرين. طبعا هذه المسابقة بتأهل الطالب لسوق العمل، بيبقى المشروع بتاعه ناجح وبيفيد الدولة إن شاء الله وبيفيد المجتمع. وبيبقى الطالب نفسه اللي عمل المشروع بيستفيد منه برضه ماديا وعلميا ان شاء الله. فاحنا باسوان باذن الله ان شاء الله عندنا يمكن عدد قليل السنه دي، ان شاء الله باذن الله السنه الجايه يكون عدد اكبر من كده، ونطمع ان يكون باذن الله العدد يعدي 50. طبعا هي ليها شروط، شروط الطلاب بيبقوا من سن محدد، ما بيبقاش طبعا اقل من اولى اعدادي، وما بيبقاش برضه اكبر من ثانيه ثانوي، يعني من اولى اعدادي لثانيه ثانوي دول الطالب اللي ممكن يحق له الاشتراك. انما غير كده طبعا الطالب لازم يكون المشروع بتاعه مؤهل ويكون الفكره جيده، ما تكونش الفكره طبعا مقتبسه وغير قابله للتطبيق في ارض الواقع. باختصار مسابقة النهاردة، المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين، هي بروتوكول تعاون ما بين وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم ضمن برنامج الاي كلاب تحت رعاية طبعا صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ الاي اس اف. المسابقة بتستهدف قابلة للتطبيق في ارض الواقع، وان يبدا الطالب يعمل البيزنس بتاعه. المسابقة دي احنا عندنا هنا على قطاع اسوان اللي حاليا 12 فريق، المفروض ان شاء الله النهارده لجنة التحكيم شغالين بحيث نصعد منهم ثلاثة يمثلونا على مستوى القاهرة في المسابقة الكبيرة. لو اتكلمنا باختصار عن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، هو انشئ عام 2019 بقرار جمهوري تحت الإشراف المباشر لوزير التعليم العالي. الهدف منه هو خلق بيئة ابتكارية في المجتمع الأسواني، وسواء كان في التعليم الجامعي أو التعليم ما قبل الجامعي. تعمل وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة التعليم العالي إلى توفير البيئة المناسبة للشباب والطلاب المبتكرين لعرض أفكارهم ومشاريعهم ودعمهم نحو تحقيق الهدف، وهو تنفيذ المشروعات الخاصة بهم لتصبح على أرض الواقع. المشروع بتاعي عبارة عن جهاز بعيد بيه إعادة تدوير الورق اللي احنا استخدمناه قبل كده بالفعل، عشان الورق من أكبر المشكلات اللي بتواجه البيئة، بشكل حوالي 30% من التلوث منتشر في الجامعات والمدارس ومؤسسات حكومية مختلف المنشآت يعني. ففكرت إن أنا أعيد استخدامه بحيث إن أنا أستخدم الورق اللي احنا استخدمناه مرة تاني ما أضرش البيئة، وكمان أوفر أموال على الدولة إنها تعيد وتنتج وتستورد الورق اللي بنستخدمه حاليا. انا بامل ان المشروع بتاعي يبقى مطبق. انا مشروعي الايديال ايدوكيشن، انا بعمل فيه يعني بحثت فيه عن افضل طرق في التعليم، واكتشفت ان الواقع الافتراضي في التعليم هي افضل يعني افضل اداه لحد دلوقتي مستخدمه في التعليم، وكل مدى بتتطور اكتر وكل مدى بتنتشر اكتر ما بين المدارس. بس مشكله انتشارها ان هي كل ما تتطور اكتر كل ما سعرها بيزيد اكتر، فده بيعتبر عائق قدامه. وكمان الواقع الافتراضي هو بيجسد بيئه ثلاثيه الابعاد، بتساعد الطلبه ان هم بيروحوا اماكن بتكون مرتبطه بالدرس بتاعهم، فبيوصل لهم المعلومه اكتر. بس المشكله ان الطالب بيكون في المكان ده لوحده، ما بيبقاش متفاعل ولا مع المدرس ولا مع الطلاب بتوعه. تقديم الدعم الفني للمشروعات المبتكرة وتنمية مواهب الطلاب المبتكرين أهداف تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تحقيقها من خلال المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين. طارق عبدو، طيبة.